معوجة شوية على الله بتضحك عليه يا حمار منك له له ده فعلا معوجة يا شيخ حسن ما انا عارف انا بس انا اصلي ما بحبش اللي استعمالي اشتغله كويس يا علاء اقطع على دكان الشيخ حسن يا معلم كنت بقول لك اني درست المزيكا في المعهد العالي للموسيقى العربية وكنت اول دفعتي سنة 63 وفي جيبي دلوقتي صورتي وانا بستلم شهادة من السيد الرئيس جمال عبد الناصر في عيد العلم مال بص شوف الرئيس اهو وانا اهو بص شوف شوف انا فرحان ازاي وانا بسلم عليه بايدي اليمين واشتغلت كمدرس للموسيقى لحد السنتين فاتوا لغايه ما لقيت ان الشغلانه مش جايبه همها الفرق بين المرتب والمعاش كلام فارغ والعيال قرود بقول لك ايه يا شيخ عبيد ما نفسكش كده يعني تروح سيما سيما يا ليل ضلمه محدش شايف حاجه خالص باب اتفتح بالروحه حتى انا مش سامعه نزل تلات عيال شكلهم غريب ملامح الاجرام غريبه اوي واد منهم بيدخن سيجاره والتاني بيطلع حاجه من جيبه ربي مش عارف مش شايف وبعدين قال لي يا اسطى مش شايف لو سمحت دماغك يا اخي دماغك لو سمحت والله يا حبيبي مش بقول يعني زي ما انتوا برضه قاعدين تذاكر احنا برضه قاعدين تذاكر يا اخي ولا الواحد لازم يتكلم يعني ده شيء غريب جدا شوف يا سيدي لو كنت شايف شايف يا شيخ مين الحركه جامده قوي ايوه قوي ايوه الواد نزل نزل من على ال بتاع منظم ايوه كلمه تاني غريبه غريبه جدا البنت بتبص من فوق عليهم بصه انما الشيء غريب جدا بنت ايوه قمر ايوه ناطط قشطه فالشيء غريب جدا ان انت بتشوف حاجه يا الواد الواد جبان والبنت بتبص له بصات غريبه انما خناقه لم تحدث عمري ما شفتها قبل كده خناقه هشوفها بعد كده في خناقه امال خناقه رهيبه خناقه رهيبه اللي حاصل ده اصلا انا مش متعود عليه حقيقي ما شفتوش ولا حاجه ايه بنت مالك اتخضيت كده ليه لا مفيش
دخلت هنا ازاي؟ ودي طفلي. ايه؟ مالك عامله كده؟ انت نفس ملاقي لها بيت ولا ايه؟ تعال. يلا. وريني. ايه؟ اتعلمه بقى. سيبه بقى يا هنا. مالي بقى. يسيب ايه؟ يلا هو مسك حاجه فين؟ اقعد قدام التسريحه. عارفه ايه؟ تفتكر بتحبه؟ ايه؟ إذا مش عارف. انت تفتكري ايه؟ بتحبه. يبقى بتحبه. بغير ايه؟ حد غير من اخوه لحمه ودمه؟ هيقول لك هيقول لك انا هسيب. هي مالها مش على بعضها كده ليه؟ أنا عارفة إيه اللي خلاني ألبس الجورينة دي؟ مش كان البنطلون أحسن؟ على الأقل كان دفاني. بس كده أحلى. نبي بردانة حتى جسمي. عارف الأوضة اللي جنب سليمان الساخ؟ مفاتيحها معايا. مليانة تراكيب وكتب. بقول لأمي نفضيها بس هي مش عايزة. والنبي تيجي تشوف الكتب. واللي أنت عايزه خده. عشان ارمي الباقي. حتة فيلم يا دي عبد الله. بس انا ناوي اشوفه تاني ان شاء الله. هباخدك معايا يا ولد. واد ايه؟ اضربه. يلا. اهلا. منورة معلم صبحي. بشكر عوض. ليه تلزوز؟ من عينيا. مساء الخير يا شيخ حسن. اهلا 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 بالراجل الطيب. ازيك يا معلم؟ انا مش هطول عليك. ولا تطول يا معلم صبحي. ما انت عارف انا اصلي فاضي. بس انا مش فاضي. ما انت عارف ان انا اشتريت البيت بالضرب. صح. وكبت البيت شقه ساكنه والاهل. سليم. ايه بقى حكايه الدكان؟ دكاني. وقررت اني استغله في التجاره. تجاره ايه؟ بقاله. يعني ابيع سكر وشاي وزيت وجبنه وحلاوه وسلمون الخ الخ الخ. والله بفكر كمان اعمله سوبر ماركت. ايه رايك؟ اصل التجاره كلها مكاسب. ما انت عارف يا معلم. معلش يا شيخ حسن. عايز كام وتسيب المحل؟ ايه؟ عايز كام وتسيب المحل؟ تدفع كام؟ باك. يعني ايه باكل؟ يعني الف. يا عبد الله هاتي الكازوزه ولا هاتي الكازوزه ولا وادي عبد الله. تعال لك يا ازازتك. ودي ازازتك يا شيخ حسن. 1500 كويس. 2000 ما عايز كام؟ 10. ايه؟ قلت ايه؟ ايه يا ولد؟ بطلت قدامك الكعبة؟ استاذ يوسف. اهلا. مساء الخير يا معلم. وتيجي نقعد مع بعض شوية. معلش يا معلم، اصل انا عندي ميعاد مهم. اعد عليك مره ثانيه. اسمع، هما كلمتين ورد غطاه. انا اشتريت البيت ولازم ابوك يخلي الدكان. ولو قلت له هدفع لك 2000 جنيه. ولو وافق ليك عندي هديه. انا سامع انك عايز تسافر بلاد بره. تذكره الطياره على حسابي. عامل حساب العشره والجيره. بعد كده محدش يلومني. انا ابوك. السلام عليكم.
اخويا بيقول انك بتدق حلو على العود. عارف انا نفسي تدق لي العود وانا ارقص. والنبي ده انا برقص احسن من فيفي عبده. طول عمري كنت خايف من المزيكا اللي فسدت عقل ابويا. زي ستي ما كانت بتقول. كانت بتقول لي اوعى تمسك العود. لو مسكت العود العود جواها عفريت هيطلع ديله اللي عامل زي التعبان ويلف حوالين رقبتي ويخنقني او يكتفني ويخطفني جواه. ستي قالت لي ان العفريت اكل عقل ابويا وخلاه خدامه. عارفة كنت بعمل ايه؟ كنت بجيب سكينة طويلة واربطها في طرف عصاية مقشة وادخل سلاحها جوه العود واقعد انغص بيها العفريت. انغص بيها العفريت